حاجة صعيبة تبدلي الحفاضة لوليدك كيكون يتحرك. مع مولفي إكسبانس كتبدلي الحفاضة تولي حاجة سهلة، نقطعها، نحيها، نبدلها بوحدة جديدة بكل سهولة، ومن بعد نرميها. أنا وليدي بنزوج نكونوا فرحانين، هكذا نعيش السعادة مع مولفيكس. هيا يا أمهات جربوا مولفيكس بانس وانضموا معنا باش نعيشوا السعادة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أريدو. وتفكروا دايما أن الوصفة الوحيدة هي وصفة اللمة، بنة رمضان في كل لمة. دي جا وش خصك الأمين؟ بيان سور يزن خيروا الحاجة المليحة لوليدنا. باغ اكزومبل مولفيكس بانس. عندك حق، مولفيكس بانس هو المير في الجزائر. أنا داكا. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مولفيكس بانسكولات. Thank you.
تفضلي خذي هاد الحبه كاش. راك تخمم في يماك، ربي يشافيها ان شاء الله. إما ماهيش مريضه على مرضها، إما عيات بزاف من الدنيا، كرهته فشلت المشاكل ما حبوش يخلصوا. إما مسكينة كرهت بزاف ودرك ماهيش حابة تعيش. خالد كنت حاب دوك نخرجوا من هازا ونروحوا نكملوا العرس معاها، دوك نروحوا من هادو كاع ما يهمونيش، انت اللي تهمني. على بالي عمر، بصح نروحوا ولا نقعدوا كيف كيف ما عندها حتى معنى. كي كنت معاها في الدار كنت نهضر معاها نحلل فيها، ما كنتش قاعد تسمع. ديما تشوفي في هذه العشان اللي ماشي باينه، ما راكيش حابه تبدلي شان واحد اخرى. خلاص ما تزعفيش، سمحي لي انا حنفتح الباب. مساء الخير مدام. مساء الخير مدام صحراوي نبيله. هنا شكون انت؟ باتني مدام جليلة اللي أقولها. ما عليه دوك نقولها. خليه يدخل. ادخل. هادي سيلونة ديالك. هاي بلاستك. حسن. ما نحبش مشاكل. فهمت؟ أنا ما جيت على مشاكل. قولوا ليه. في زوج. واسمي خميس وعيطوا لي تشيبا. سمعت واش قلت له الكارديا؟ أني حاب نعرف شكون أنت، كل أسبك ولا واش تكون. إذا ما تحبش مشاكل بلع فمك، فهمت؟ معليش تسكت تخليني نكمل. أنا هنا ما جيتش نلعب، جيت ننفذ القضية تاعك ونجوز الحبس بلاصتك. أو سمعني مليح، غادي يجي عندك أفوكا ويفهمك مليح واش تقول قدام القاضي. غادي يحلوا الدوسي تاعك، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الزوجة. حبس. ديجا انت شكون بعدك؟ ها؟ كيفاش قبلت؟ راهي باينة. قلت لك واسمني تشيبا. وشكون اللي بعثني في رايك؟ كما الدور. عمر؟ لا. ما عندي حتى علاقة مع السي عمر. مالا شكون؟ اللي بعثني ولده. خالد. كيفاش؟ خالد وليدو. دير تشوبه في الرياض. ريح. عفواك بتلعب. صحيت قال خير. السلام عليكم. Ah!
شوف خالد، لو كان جيت هضر معنا اقسم بالله غير نسقلها. مش كاين انا منتظري. طلمي روحك انا اللي عرضتها. علاش عرضتها؟ على بالي علاش عرضتها، انا عرضتها بالعاني مشيتي تشوف بينا باللي انا تاكلتي وحدك. كان ستارت خوها لنا العائلة السعيدة. كلمي روحك. سلام عليك. واش راكي مريم صافا؟ صافا الحمد لله. ألف مبروك ملك، ربي يهنيك إن شاء الله ونتمنى لك كل خير في حياتك. ربي يحفظك مريم والعقوبة لك إن شاء الله. تفضلي مريم شوفي بلاصة اللي تعجبك وريحي. مانيش مطولة خالد، ميرسي بوكو. ربي يهنيك ملك. مالو؟ وي استاذه، واش راكي صافا؟ راكي معروضه اليوم، على ما جيتيش؟ لا ما توقعتش بلي تقولي لي هذا الخبر وزيد في عرسي. عمر مات عنده ساعتين. نسير انا في عرسنا. خالد بابك عمر الله يرحمه قبل ما يموت خلى وصية. على هذه بتي نجري لهنايا، كنا قاعدين نخليوها بعد فينا ديال جوستومون. هو كان حابكم تعرفوا كلش قبل الجنازة. حابكم تعرفوا شكون يعرفوا؟ معليش معليش افتحها وقراي نسمع فيك. ما نقدرش نفتحها دوك، لازم دابوغ يلحق المعني تاني بالوصية. وليد عمر خالد، على هذه اللي المرحوم كان حاب يلاقيكم من قبل، تعرفوا كلش مع بعض باش توقفوا كيف كيف ويعزيكم الناس مع بعض. وليد عمر من نصيرة؟ مرة واحدة أخرى. ولد واحد آخر مع مرة واحدة أخرى. صح، انا جميع كل هاد الهضره وهاد الحكايه، انا باش علاش خبى عليه بلي عنده وليدو؟ ما خبى عليك والو، هو بدات ما كانش على بالو حتى جاتو يمات الطفل للحبس وحكيت له كلش. دايوغ الطفل الى طوناج. تسمع عندي خويا بيولوجيكمون؟ لا على خاطر انت وليد عمر بالتبني، بصح ايمانمون بارلون وي خوك عمر الله يرحمه كان دايرك كي وليدو الحقاني، وزاد دار لاديان للطفل الاخر باش يتاكد بلي وليدو. كي تاكد كتب عليكم الورد في ثلاثه. في ثلاثه؟ حابه تقولي بلي كاين خويا واحد اخر من مره واحده اخرى؟ مانيش فاهم. لا لا يما الطفل. علاش نشوف هاد لاديان؟ ما نقدرش نوريه لك درك، كي لحقوا ان شاء الله نفتح ونقرا لكم كلش مع بعض. هكا وصاني المرحوم. هامجو تفضلي. اوكي
سي خالد ابارامون لازم ناجلوا الموعد حتى لبعد غدوه. لا هو لا يما يقدروا يجوا اليوم، عندهم دي زامبيشمون. نقدر نعرف هاد المره شكون؟ ما نقدرش نقول لك، كي تلاقاو في ثلاثه راح تعرف كلش. هكذا وصلني المرحوم. قسم الورثه علينا في ثلاثه؟ قسم عليكم في ثلاثه، بصح ماشي كيف كيف، كل واحد ولا بار تاعو. شو حاب يقول خالد؟ قلت لك بلي ما نقدر نزيد لك حتى ديتاي. ابري دوما ان شاء الله تعرفوا كلش. شي مشكل على قداش بعد غدوه؟ على 11. اوكي، نسيتي حاجه. شنو؟ حرمه الميت لازم تكون اليوم في الظهر، اذا ماكسيموم غدوه نجمش نخليو اكثر من هكذا. صح، سي با غراف خالد، على بالي سي با تا فوت الى الامور ما مشاتش اكزاكتومون كيما حب المرحوم الله يرحمه. معليش، انت دير اللي عليك، تشوف النيسيسير والباقي ساهل. لازمني ندير؟ شوف انت ما دير والو، عندي رجال برا يستكلفوا بكل شيء. شوف انت تستكلف بلي كونت اللي عندي في جنيف وفي لوكسمبور. اذا حسيت بلي كاش ما يصرى ولا فرغ كاع لي كونت وتهلا نوفو كونت ومن بعد نعطيك لي كونت. وين؟ في دبي. وباسم شكون؟ متع وما قصدك؟ كنت باهلي منك. ربي يرحمه. كان راجل فحل. عملت له بزاف حوايج. الله يرحمه. هكذا يقولوا عليه ان شاء الله. خشك مع ولده نجي مشكون صوفيا وي ما كاش الريزو ما كنتش نسمع فيك وراك صوفيا واش كاين راني مشغول شويه روح للدار سيرشو اسحقك غير الخير واش كاين كي تجي ونهضروا قولي لهم واش كاين هكا باش نعرف حبيت نهضر معاك على باباك ايما قلت لك ما زيديش دخلني في صوالحك مع راجلك ايا اوكي صح كي ندخل نهضر راني مشغول شويه صح صفية صفية
قادي نوميدي راكي بيه دارك دارك مبروك عليك سي خالد والله غير فرحت لكم من قلبي ربي يهنيكم ان شاء الله ربي يحفظك صافي مراه يما بصباح معي ثلاث تليفون ما تقوليش مازالت غلقه راحه في الشومبره يماك مازالها غلقه على روحها يا سي خالد والتليفون بو ما تجاوبش كاع عليه يظل مرمي له هي يا سي خالد هي مختاش البارح جا عندها واحد الراجل بعثته لها وحده اسمها جليله ملي خرج من عندنا وهي هنا جليله هي بدات يا سي خالد معليش معليش روحي صافي معليش داك صح وداتو بنت الرومية صباح الخير ماما صباح الخير ماما راكي فرحانة ماني فرحانة كيفاش ما نفرحش ولدي تزوج بصح ماما علاش ما حضرتنيش في عرسك هذا اللي حبيته يما انايا ماما قبل ما نخرج كنت نهضر معاك ونحلل فيك انت ما سمعتينيش ما بديتش معايا كاع ماما عيطت في التليفون ما رفدتيليش يما انا هذاك التليفون اللي جبتو لي كاع ماني فاهمه فيه والو يا ماما لو كان جيب لي تليفون كيما اللي كان عندي هذاك نعرف له مليح مي يكون غير في خاطرك يما دوك العشيه يجيبو لك التليفون اللي تحبيه لما إذا حبيتي نعاودوا العرس على جات ما قعدت مشكلة أنت تاني غير ما كان له جاك واحد البارح ما شكون هو؟ جيت وحدك ولا جات معك نوميديا؟ هي معايا تسنى لتحت هي خلاص صباح معايا أنا حابة نهضر معاها قدامك وما تخافش مني على بالك بلي ماماك ماشي قبيحة وما ندير لها والو خلاص درك هاي وحدة من العائلة هاي ما جاوبتيني شي ما جاك البارح واحد شكون هو جاوبني انت لك رايح تحضر دفينة تاع عمر كيف عرفتي بلي مات جاوبني ايه ولا لا لا راح تحضر على بالك بلي عمر هو اللي قتل وليدي خوك امين كيفاش عرفتي بلي هو اللي قتل امين في بالك كان على بالك جاوبني اللي نهضر معاك كان على بالك راك راح تحضر الدفينة تاعو نوميديا نوميديا هنا ساعة فيها ونقول بلي ما هبلت وقيل انا ولي وليت مهبول تاع الدار حاجة صعيبة تبدل الحفاضة لوليدك كي يكون يتحرك مع مولف إكسبانس كتبدل الحفاضة تولي حاجة سهلة نقطعها نحيها نبدلها بوحدة جديدة بكل سهولة ومن بعد نرميها أنا وليدي بنزوج نكونوا فرحانين هكذا نعيش السعادة مع مولف إكس هيا يا أمهات جربوا مولف إكسبانس وانضموا معنا باش نعيش السعادة
لا بابا سمعت شكين قرأ الارتيكل وفاة أكبر بارون مخدرات عمر عبد الجواد داخل سجنته بالسجن إثر سكتة قلبية الله يرحمها شفتي لو كان مشي انتي قرأ مات بلا ما يدي حسابها في الدنيا وش رايك في واش انا هادي كريس كاردياك ما دخلت ليش في راسي كيتبالك ما تموت نورمال ولا مقتول باسكو هاد الحكاية عندها اون سويت خاطيني حكاية عمر ما تهمنيش انا ديت لاروترات والله يسهل فهمتي ومن بعد كيفاش من بعد ما فهمتش وراك اش كيبغي يدولي انا هاد الانسان اونكيتيت عليه نعرف باسي تاعه نعرف شا دار شا ما دارش النوايا تاعه نعرف كلش فوت دي نوي بلونش وانا نلصق ونحوس ولي غوشيغش وهادي 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 انا باغي نعرف لا سويت انا باغي لافير تاع عمر تبلعت راني عارف وراك رايحه نسي هاد لافير اختينا فهمتي داكور حضرات سينو بالتام تاع الميمور تاع خيرتي جوستومون راهي تلفت لي بين لي تيغار المعادن النفيسة ولا الكريم اورغانيزي الجريمة منظمة ونقول لك الصح عمر عبد الجواد سي لو ميور اكزومبل لو سوجي اللي قلتي لي شنو سي دي تيغار يبان سوجي مليح هذا هو ذا هاي ما طراتيش هذا وخطينا من الجريمة المنظمة هذه خلينا المشاكل حبك ما تخافش بابا نعرف شنو معناتها سكري بروفيسيونيل وانا بغيت نهضر هكا دون مانيير جينيرال ما نتعمقش ما نحوسش ما شوفي بنتي اذا خيرتي لو سوجي الاول هذا اللي تاغ خدمتي عليه ما ندخلك في خدمتك ما نحوس عليك بصح اذا خيرتي الجريمه المنظمه الميمور تاعك نفليه لك دو ا ا زد قبل لا صوت نص فهمتي اوكي شيف صح بابا وليد خو عمر بصح لازم تعرفي بلي بابا يكرهو وصح دمنا واحد بصح ما نشابو في حتى حاجه ما نقدروش نخيرو العائله ديالنا لا بخاف شوفي خالد ما خير العائله الحقانيه ديالو ما خير العائله اللي رباتو سوا سوا كيما انا ما تقدريش تحاسبيني على حاجه ما درتهاش وماشي بيدي المشكل تاعي ماشي انت على بالي بلي خاطيك على بالي بلي خالتي يحبك بزاف ويقدر يدير كل شيء على جالك كيما باباه كي لصق لي الحكاية هاديك تاع لا دروغ ورماني للحبس باش يعيش مع حبيبتو على بالي بلي كان راح يزوجك بلا رضايتي ونقول لك حاجة مانيش زعفانة وفرحت لكم بزاف الحاجة اللي راهي قتلتني ماشي انتي وليدي وليدي اللي حط يدو في يد واحد قتال مجرم قتل لي ولدي خوه أمين كيفاش قدرت كيفاش قدرت تسامحو وتزيد تخدم فيه خدمته وديت بلاصتو كيفاش قدرت هذا هو فهمت على اسمها ما حبيش تهضري معايا من نهار اللي خرجتي فيه من لوبيطال على بالك كيما راني
راني حاصل، راني نقي في الخماج اللي خلاه عمر. إلا خليتيه في هذا الطريق راح يولي عندنا دوزيام عمر. ديري في بالك مليح باللي راح يدير كيما هو، يقتل، يسرق، طرافيك، يجيب دراهم بالحلال ولا بالحرام، ما يهمش، يكملها كيما هو، يا في الحبس يا مقتول. مقتول إلا قبلتي هذا الشيء أنا نسيني ونسي هذا النهار. إلا كنتي فحلة وما تقبليش بالحرام ديرك كي بنتي. فهمتيني ملاك؟ أنا نقول لك ملاك. سيدي معك ماما. صحة بنتي، أروح أقعدي قدامك. إيما نقدر نروح؟ وين تروح؟ صباح تاع زواجك وين تروح؟ إيما ما عنده حتى واحد ما غيري أنا، لازم ندفنه. فهميني إيما، نقدر نروح إيما؟ باباك هو بخير؟ علاش ما تعرضيش يجي يتعشى معنا اليوم؟ تكون عيط له. عيط له. تفضل، الآن حان دورك، نحن أتممنا مهمتنا. لا لا الحق، درتو خدمة شابة بزاف. عمر درك يا منعاش، وشنو خلي لي شوية وقت باش نقنعو، هذا ما كان. إنه سهرك أليس كذلك؟ سهرك؟ تعلمت هذا العربية. ايه سيبي بصح غير دبي 24 خالد، ما تقلقش روحك، خالد هذاك نية خلاص، وزيدك مام هو حبيت لنا من حكاية عمر. ايه على بالي واش راني ندير، خليها عليا. لكن يجب ان تسرع. ما تقلقش. جيد، فلنحتفل بموت عمر. هاي الهضرة. زناش وسبيخ. زناس كاميرات. صور جنبك هذا سي فاضل. صحيت. قلق شرحك ديمتري، اللي فيها تصاور ولي فيديو تاع العرس تاع بنتي هذا مكا. تليشنا خرشو.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرجع بابا شوف رضا عندي كلمة واحدة حنقولها لك عمرك ما سمعتها كلمة نحبك شوف يتحبس الخدمة هذه يطلقني كيفه؟ كيما سمعت صافي سمر يا راحت النحس تاعها مازال يتبع فيا يا لطيف يا نستاهل نستاهل على رأيي هذه آخرة الخير اللي درتو فيك نهار كنت لا عائلة لا أهل لقيتيني أنا اليوم خلاص لقيتي لي واقفين معاك بيان سور ترميني أنا معليش استاهل على رأيي يسلمك بصحتكم يسلمك الله يسلمك مدام نبيله انا نقول لك الصحه صباحك عيطت لي نوفيديا قلت بابا بابا هذاك شو صرا بروبليم
جبت على بالي شحال يحبك خالد. قلت ايوا هذا النهار الاول ما تفهموش مع بعض. قلت لك تقول لي على واحد تاني للدار. ومن بعد كي قالت لي ماما نبيله عرضتك للعشاء انا فهمت بلي فوزات في الغوم دام. يعطيك الصحه مدام وربي يطول في عمرك. فضل على بالك بلي انا الزواج هذا ماكوش قابلاته و سي نورمال على جال نتوما فاميل تاع عمر. انا الراجل هذا دار فيا شر كبير عمري ما ننساه. واش نقول انا قتل لي مرتي ورماني في الحبس شحال من عام وبعدني على بنتي تربت بعيد عليا عند الناس. كل واحد فينا عنده حكايه مع عمر. وعمر مات الله يرحمه على كل حال. دفنت هنا اليوم بيدي ودفنت كاع مشاكل ولعيبة يداروا معنا. خلينا نساو نتعشاو انجو يور ميل. بصحتكم. بصحتكم. عنده الحق خالد لازم ننساو عمر وما نزوش نهضروا عليه. بصح قبل بابا حبيت نسقسيك كيفاش مات؟ دركا قلتي بلي لازم ننساو. عندك الحق مدام. هاي الفيديو تاع العرس. ديجا سيتي تري رابيد. لا رابيديتي ساسبي ما فيا. اي كلشي تشرب دراهم في هذه راني معاك. حسن راك نايض. حسن وي هضر معانا خويا. قول لي قاش تمشي غدوة عند القاضي؟ كيفاش عرفت خالد انت؟ خالد عرفني به واحد سموه يوبا. يوبا نعرفه كان يجي عندي لهنا الحبس بصح هو جامي هضر لي عليك انت. المهم ما غاديش يجي عندك. خالد بعتها ليترونجي بدل كاع ليكيب كاع الخدامه. زيدك حاجه واحد ما يعرف واحد هكذا الا طاح واحد ما يجبش الاخرين. العقليه القديمه بح. سي بون كملنا معها اخويا. كيفاش تهضروا بيناتكم؟ هضروا بالانترنت يا خو. العقليه قديمه يا اخي. على بالك بليك الانترنت محسوسه والدوله تكونترولي كلش. سي عمر جامي يستعمل الانترنت وجامي يخليه يطرس موراه. دارك نت حسن. دارك نت انترنت جديده ما كاش اللي يقدر يدخل. كيفاش؟ كيفاش دارك نت هذه؟ دولة ما تقدرش تدخل. حسن نقول لك حاجة خالد مخو يطير وني عارف شنو نقول. كانوا كامل فرحانين سيرتو خالي الدوار. حسيت انها غنتي. نعم هذه غايه سهله نقدروا نعاودوا العرس نورمال مش كاين. تعرضوا هذا المعارض كامل وتجي تفرحي بوليدك مدام نبيله. صح نقدروا نعاودوا واش قلت انت؟ ما عنديش مشكل اذا المدام قبلت. انا بيان سور نقبل. نعاود نشري الغوب نعاود نشري لي شوسور بصح نعاود الخوص نتاعي. الو هذا دار حاله بالشطيحه ما قعدش. الحاجه يمينة جات. تولي من الزافيتي تاعنا كان مش بينا كاع كاع كان عرس الشباب تاع هايل. هذا صاحبي كي يقرا معايا زمان موسيقى يزون غاسيوري ثاني في الموسيقى. يا في بون اوبيونس. بون اوبيونس. وماني بيان سور. دارت حالة بصح ما حبستش. قصرت بابا. انا درت حالة بصح. هذا ما حبسش.
هذا باباه كان يخدم عندي. كان صغير خلاص هذا. دي الحالة. حبس حبس قولي قولي اللغه قص قولي زيد مش بيك بابا زيد حبس هنا حبس كي عاود قولي عاود قولي حبس مش كاين سي فاضل بيك بابا تعرف هاد المرة هذه يمك هذه يمك ربي يرحمها حاجة صعيبة تبدل الحفاضة لوليدك يكون يتحرك مع مولفي إكسبانس كتبدل الحفاضة تولي حاجة سهلة نقطعها نحيها نبدلها بوحدة جديدة بكل سهولة ومن بعد نرميها أنا وليدي بنزوج نكونوا فرحانين هكذا نعيش السعادة مع مولفي إكسبانس
هيا يا أمهات جربوا مولفي إكسبانس وانضموا معنا باش نعيشوا السعادة.